احسن ممثل دور تاني. مسيرة اتجاه تصاعدي بخطوات راسخة وفعالة، يبدو عفويا في أدائه، لكنه يتمتع بميزات حرفية لافتة للانتباه، حضوره راغي وملحوظ حتى لو كان من خلال دور مساحته صغيرة مثل الدرويش أو المكتوب في باب الأخضر. لذا قررت منح جائزة أحسن ممثل، قررت اللجنة منح جائزة أحسن ممثل دور تاني ليه؟ جائزة أحسن ممثل دور تاني الفنان بيومي مش هقدر اتكلم كتير عشان انا واحمد سوكي عاوزين نلحق الاهلي. سامحوني، انا سعيد جدا ومتشرف جدا ان انا في مكان مهم، مكان محترم زي المركز الكاثوليكي. سعيد جدا ان انا وسطيكم النهارده. قابل مني 800,000 جنيه امبارح. ده حقيقي يا فندم عن 3 أفلام. احنا بنتبرع بالأفلام. متشكر جدا وسعيد، وسعيد فعلا. وأضيف تاني على الكلام الأستاذ العظيم خالد النبوي، إني كلية شرف إن أكون في مكان موجود فيه السيدة سميرة أحمد، موجود فيه الأستاذ حسين صبيح، موجود فيه القامات الوكيل على المسرح. ليه الشرف، متشكر لحضراتكم جدا ومتشكر لجنة التحكيم. شكرا لكم. جائزة أحسن ممثلة دور تاني تعلنها الناقدة الأستاذة ناهد صلاح.